مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة وآخر الأحداث الرياضية في برنامجكم اليومي الديوانية. لا يزال كورونا يحكم بقبضته على مصير الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا المجمعة، ولا تزال البعثة الزرقاء بنجومها وأطقمها الإدارية والفنية وحتى الطبية منها تتساقط بفعل الفيروس سريع الانتشار، كما تقول دوما منظمة الصحة العالمية عن هذا المرض: كفانا الله شره وإياكم وشفى الله المصابين. أما الاتحاد الآسيوي فيبدو أن 30 إصابة في البعثة الهلالية لا تحرك له ساكنا ولا تسترعي فيه حراكا يضطره لأن يتحرك للمحافظة على عدالة المنافسة أو حتى سلامة الفرق أمام ما يحدث، إلا باحترازات يبدو أنها لا تسمن ولم تغني عن جوع في تفشي الحالات في الهلال، ولا يفوق هذا التفشي سوى التفشي الظاهر للسوء الإداري لإدارة هذه البطولة. ومن مثال واضح لسوء الإدارة إلى مثال حي وظاهر لحسن الإدارة واستغلال الموارد التي كفلها نظام الحوكمة في الأندية السعودية واستراتيجية الدعم لها، نادي السلام في القطيف أحد أبرز مظاهر الإدارة الناجحة في الأندية السعودية يحل ضيفا اليوم في برنامج الديوانية. أرحب بضيوفي وبضيفي الخاص في هذه الحلقة، أبدأ برئيس نادي السلام في العوامية الأستاذ فاضل النمر. أستاذ فاضل حياك الله مع اليوم، سعيد بوجودك اليوم، أنت واحد من الأمثلة اللي اليوم نسعد بوجودها معنا في برنامج الديوانية. أهلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ عبد الرحمن، أهلا وسهلا في الأساتذة الكرام، وأهلا وسهلا في المشاهدين الكرام، وأنا سعيد في المشاركة وإظهار التجربة اللي يعني أخذ وقت فيها نادي السلام لين وصل إلى هذه المرحلة. شكرا لكم وشكرا للقناة الرياضية. تجربتك ناجحة وملهمة، ويعني بندخل في تفاصيلها، وشكرا على الدرع اللي أنت تقدمه للديوانية، احنا نعتز فيه من نادي السلام. هذا أقل شيء وتستاهلوا أكثر. وحقيقة النجاحات اللي أنت تحققها هذا يمكن أهم محفز لنا احنا على مستوى الإعلام الرياضي، إن اليوم نفخر بواحد من الأندية المميزة نادي السلام. عندك كثير من الألعاب اللي موجودة على المستوى الممتاز، وبدخل معك في تفاصيلها، لكن خلينا أيضا نرحب بشركائي في هذه الحلقة، وهم الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ سعد المهدي، وأيضا الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ مساعد العبدلي، والناقد والإعلامي الرياضي الدكتور محمد الناصر. مساكم الله بالخير يا جماعة زملائي، حياكم الله معي اليوم في هذه الحلقة، بستفيد منكم كثير في هذه الحلقة مع الأستاذ فاضل النمر. طبعا قبل البداية يسعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي، ويسعدنا مشاركتكم معنا في هاشتاق الديوانية واللي راح يكون ظاهر معك دائما أسفل الشاشة. احنا نبدأ الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم بالأخبار. رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ومساعده الأستاذ عبد الإله بن سعد الدلاك أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة مرور 90 عاما على توحيد المملكة العربية السعودية. رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل حفل ختام سباق حائل للهجن، حيث كرم الحاصلين على الرموز في السباق بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن. أوضحت الفحوصات الطبية إصابة لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم ناصر الدوسري بفيروس كورونا إلى جانب أحد أخصائيي العلاج، ويخضع الثنائي للعزل الصحي وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. من جانب آخر أدى الفريق الأول لكرة القدم تدريباته استعدادا لمواجهة شباب الأهلي غدا، فيما شهدت التدريبات غياب المدير الفني للفريق راسفان لوشيسكو والثنائي عبدالله المعيوف وهتان باهبري نظرا لعدم تمكنهم من الالتحاق بالتدريبات إلى حين ظهور فحوصاتهم الطبية والتي أثبتت سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا. تختتم غدا منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بمواجهتين، حيث يستضيف الاستقلال الإيراني فريق الأهلي السعودي عند الساعة 6 مساء، فيما يحل شباب الأهلي الإماراتي ضيفا على فريق الهلال السعودي عند الساعة 9 مساء. منذ إعلان استراتيجية دعم الأندية تسابقت الأندية لتحقيق المعايير لاستحقاق الدعم، نادي السلام أصبح مضرب مثل في ذلك بعد أن حقق جميع المعايير وحصل على دعم تجاوز 10 ملايين ريال. نتعرف على نادي السلام.
منذ أن أعلنت وزارة الرياضة عن استراتيجية دعم الأندية والمعايير التي يجب توفرها في كل نادي للحصول على الدعم، تسابقت جميع الأندية للظفر بهذا الدعم السخي الذي يصل لأكثر من 50 مليون ريال. نادي السلام في المنطقة الشرقية كان أحد الأندية التي قامت بتطبيق المعايير وبدقة كاملة، حتى أصبح مضرب مثل لألعابه المتنوعة وأنشطته المتعددة. تأسس النادي في العام 1963 ميلادي، وحصد الكثير من الإنجازات في تاريخه، منها المشاركة في بطولة العالم لتنس الطاولة في مدينة مونتريال كأول ممثل للمملكة العربية السعودية في هذه الرياضة. كما يعتبر النادي الأكثر تميزا من حيث وجود ألعاب في الدرجة الممتازة، حيث يشارك النادي في 10 ألعاب رياضية، 8 منها تشارك في الدرجة الممتازة. نادي السلام من أفضل الأندية على مستوى المملكة، ولا زال يعني لحد الآن الحمد لله رب العالمين في الدرجة الممتاز. احنا عندنا طموح كبير، لأن عندنا صالة من أفضل الصالات في المملكة، أفضل صالة في المملكة بالنسبة لتنس الطاولة. احنا إن شاء الله في المستقبل جايين إن شاء الله جايبين مدربين كويسين حتى نكون اللي هو القاعدة اللي حق نادي السلام، الناشئين والشباب والبراعة على مستوى المملكة. فإن شاء الله تسمعون خير، أفضل إن شاء الله زي ما كان نادي السلام سمعته طيبة، إن شاء الله حيكون أفضل وأفضل، وبركات الإدارة الموجودين على رأسها أبو محمد فاضل أستاذ فاضل النمر، مع الإداريين الموجودين ما شاء الله عليهم من الناس اللي دائما يشجعوا الفرق واقفين مع الفرق، وخاصة تنس الطاولة دائما ما عمرهم يوم تخلوا عن أي لعبة من الألعاب اللي هو نادي السلام. طبعا لعبة تنس الطاولة اللعبة اللي يلعب الأغلب اللي احنا نستقطبهم يعني تقريبا صغار في السن، لأن اللعبة تحتاج من سنة إلى 5 سنوات عشان الطفل يبدأ ياخذ الإحساس بالكورة، عكس الألعاب الثانية ممكن أنه يكون يلعبها في المدرسة زي كرة القدم ولا الطائرة عنده الأساسيات، لكن لعبة تنس الطاولة تحتاج أن الطفل يلعبها وهو صغير عشان يتمكن من أخذ المهارات الأساسية في هذه اللعبة. عشان يتطور اللاعب يحتاج إلى معسكرات، ويحتاج إلى الاهتمام فيه من قبل التدريب، ويحتاج إلى برامج متنوعة وخطط مستقبلية. كثير إلى سالم آل سالم، لأنه هو اللي أسس اللعبة في النادي السلام، وهو اللي وقف مع اللاعبين، وإدارة النادي لهم فضل كبير علينا، والحمد لله رب العالمين حققنا المراكز الأولى في أبطال المملكة، وحققنا أبطال المملكة في المراحل. الحمد لله هذا الإنجاز تحقق بتخطيط لسنوات طويلة، بداية من إدارة النادي، الإدارة السابقة، بإحضار المدربين المتميزين في اللعبة، المدرب القدير شريف قدري كان معنا منذ الصغر، طور اللاعبين، وبعدها معنا الكابتن اشتكار النمر كان متواجد في طول هذه الفترة. كل هذا ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، بالإضافة إلى مجهودات اللاعبين الكبيرة في التمارين وفي البطولات. الجدير بالذكر أن احنا كنا ننافس على هذه البطولة لسنوات طويلة، لكن الله ما كتب، كنا نحقق المراكز الثانية والثالثة، والحمد لله هذه السنة بتوفيق من رب العالمين قدرنا نحقق المركز الأول. ومنذ إعلان استراتيجية دعم الأندية، استطاع نادي السلام الحصول على مبالغ تجاوزت 10 ملايين. ومع حلول الاستراتيجية كان النادي شبه جاهز، ودخلنا بقوة، إعداد جيد وتدعيم وكوادر فنية، والحمد لله توفقنا في عدة ألعاب، حققنا مراكز أولى، الدراجات كرست سيطرتها في السنوات الماضية، حققت تنس الأرضي السنة الحمد لله إنجاز غير مسبوق في تاريخ اللعبة، حققنا المركز الأول. أيضا الفئات السنية في مختلف الألعاب حققت نتائج مرضية والحمد لله. بالنسبة لفريق كرة السلة، بعد الإعلان عن استراتيجية دعم الأندية، الحمد لله حاولنا بشتى الطرق وبدعم من إدارة النادي في تكوين فرق منافسة، والحمد لله مثل ما ذكرت مكننا من البقاء على مستوى جميع الدرجات في الدوري الممتاز، كذلك الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى، فصلتنا مباراة تقريبا
عن الصعود إلى الدوري الممتاز، وإن شاء الله الموسم القادم تكون فيه نتائج أفضل بالنسبة للعبة كرة السلة. طبعا الموسم كان مميز بإنجازاته طبعا، غير المرض اللي جاء في الجائحة الكورونا، لكن هي الاستعداد كان الصعب في الوضع الصعب، الاحترازات الوقائية ضمن الاحترازات الوقائية اللي كانت بعدم في الحظر الكلي باستعداد اللاعبين، وبعد فتح من الحجر جت موجة الحر استعداد ملاعب خارجية طبعا المملكة، ولكن الحمد لله رب العالمين كان اللعيبة لهم بصمة أمل في تحقيق الإنجاز. الحمد لله رب العالمين وفقنا بتحقيق المركز الأول الدوري الممتاز للتنس. الحمد لله من أفضل الألعاب في نادي السلام اللي تحقق البطولات على المستوى المحلي والدولي. طبعا قبل بداية الاستراتيجية للمعلومية، السلام أضاف لعبتين وهي التايكوندو والجمباز، وفعلا هاللعبتين أبدعوا في النتائج. طبعا الجمباز عندنا ما شاء الله ثاني أول مستوى المملكة، والفريق ناشئ وقاعدين إن شاء الله نجهزه إلى البطولات على المستوى الفريق الأول. وفي العموم زي ما ممكن أخذت من معلومات في التقرير أنه الألعاب الفردية في نادي السلام ما شاء الله ألعاب متميزة ولها حقيقة تاريخ طويل، ولله الحمد نطمح في المزيد من الإنجازات. شكرا للعزيز عبد العزيز البطاح على هذا التقرير عن نادي السلام. اروح معك ابو محمد، قبل ما يعني كنت انا المفروض اني اسالك عن التفاصيل الاداري، بس في شيء شدني واحنا نتفرج على التقرير. نعم. انك انت عارف كل لعيبتك على مستوى كل الالعاب، تاريخهم اللي قدموه، يمكن انا ما مر علي رئيس نادي يكون عارف كل الالعاب واللاعبين اللي موجودين فيها. شدني انك انت عارف اللاعبين وتاريخهم حتى قبل ما يجي السجيه. انا وانت تقول قلت يمكن قرا الاسم، لا انت حافظ كل لعيبتك. صحيح. في البداية أشكركم على التقرير المميز والأكثر من مميز إلى إظهار يعني بعض الجوانب اللي موجودة في نادي السلام، وبعض المشاريع أو بعض الإنجازات اللي لها علاقة في الجانب الرياضي. فيما يتعلق في موضوع المعرفة في موضوع اللاعبين، النادي يضم 10 ألعاب رياضية، 8 ألعاب رياضية في الدرجة الممتازة. مع كذا أعضاء مجلس الإدارة كلهم بما فيهم الرئيس وبقية الأعضاء، التعامل والتواصل بين الفرق كلها تواصل مبني على علاقات أخوية وليست رسمية. بمعنى عملية الاجتماعات على مدار الوقت في اجتماعات وفي اتصال وفي تواصل، حضور التمارين، لو عندهم معسكر ولا شيء نتوجه ونجلس معاهم. فالقرب ما بين إدارة النادي وما بين اللاعبين قرب جدا كبير. قرب جدا كبير لهالسبب علاقتنا احنا باللاعبين سواء كانوا في هذا الجيل او ممثلين على المستوى الرسمي الان او القدامى، رابطينهم بعدة قنوات، والنادي في عدة افكار. واحدة منها كانت عندنا تجمع شهري تحت عنوان ديوانية النادي الى المنسوبين القدامى والحاليين، الى معرفة يعني فتح علاقات ما بين الاجيال السابقة وما بين الاجيال الحالية. وهذه عادة كانت مع أول أربعة من كل شهر ميلادي، واستمرت إلى عدة سنوات، توقفت الآن بسبب الظروف ولكن في طريقها للعودة. ما شاء الله. هذا أيضا جزء من عملية الربط الاجتماعي. هذا كشيء جديد يعني علينا، ولا أبو نواف رئيس نادي يكون عارف كل اللاعبين؟ لا، ممكن يكون في الأندية اللي شغلها الشاغل كرة القدم والمنافسة والصراعات الجماهيرية والإعلامية، ولكن هذه الأندية اللي تمثل فعلا الأندية الحقيقية. نادي يعني كمصطلح حتى لغوي يعني من ينتدي عليه. أيه. أو ينتدي لها مجموعة من الناس ومن الجماعات. أيه. ويكون فيه أنشطة متعددة وإلى آخره. أيه. أنا حتى يمكن ما أدري، لو حتى ما أبغى أطلع من الموضوع. أيه. ولكن الحقيقة أنا كان في ذهني وأنا أستمع إلى أستاذنا الكريم أبو محمد، أنه يعني ما أدري، يفترض أن وزارة الرياضة تعيد ثاني مرة تصنيف الأندية على ضوء الألعاب وليس على ضوء لعبة كرة القدم. أيه. الآن التصنيف النادي الممتاز هو النادي اللي مثلا بدأنا فيه في الدورة التصنيفية وصنفت الأندية على على لعبة كرة القدم. بينما يجي نادي مثلا عنده 8 ألعاب أو 8 فرق على مستوى الدرجة الممتازة. أيه. ويصنف على أنه درجة ثالثة. أيه.
يعني حتى يعني يعطى انطباع انه ولا كانه نادي يؤدي دوره الحقيقي، بينما هو يؤدي دوره الحقيقي واكثر على كره القدم فقط على بالمجمل يعني على انا ما اعرف صراحه يعني ايش الاشتراطات والمواصفات اللي تلزم وقتها رعايه شباب او هيئه الرياضه او وزاره الرياضه للنظام الاساسي الانديه ما ينص على ماذا حتى يمكن ان يكون هذا النادي التصنيف. لاحظ النادي نادي درجة ممتازة أو النادي درجة ثالثة صحيح. بينما هي اللعبة ممكن تكون درجة ممتازة وتكون درجة أولى ممتاز. ثانية ثالثة إلى آخره. لذلك أتمنى مثل هذه الأندية أنها تكون أندية ممتازة أكثر مما تكون الأندية ما تكون مربوطة بكرة القدم فقط. طيب استفاضة خليني أروح معك على هذه الألعاب على أساس بس إحنا المشاهد يعني يعرف نادي السلام كم عنده من لعبة الآن موجودة على الدرجة الممتازة. أي نعم. أو في الدرجة الممتازة. طبعا انا اتفق مع الاستاذ ابو نواف تماما موضوع التصنيف في موضوع الانديه يعني المشهد العام حتى يعني سواء في الاعلام او حتى ضمن المستوى الرسمي تصنف الانديه بناء على كره القدم وهذا يعني كفكر المفترض انه يكون مجحف نعم يعني لازم يعني تتغير او تتجدد عمليه الثقافه بهذا الاتجاه. انا اعطيك مثال قريب لما نسمع أن 170 نادي موجود في المملكة عدد الأندية اللي كانت موجود فيها 10 ألعاب وأكثر كانت فقط 5 أندية الآن بعد وجود الاستراتيجية الآن موجود 50 نادي يتواجد فيه أكثر من 10 ألعاب رياضية. في صحيفة الجزيرة كان عندها استطلاع سنوي كل نهاية موسم كل نهاية موسم نعم. نادي السلام كان يحقق على مدى 8-7 سنوات من 10 الأوائل في أندية في عموم الأندية ولا 3 سنوات كان المركز الأول. الخامس في مجموع البطولات وفي مجموع المنجزات على 153 على على 153 وبعدين زيدت الأندية فصارت 170 نادي أرجع إلى سؤالك أبو خالد عدد الألعاب اللي موجودة في النادي 10 ألعاب رياضية عندنا كرة الطائرة في الممتاز كرة السلة في الممتاز كرة اليد في الممتاز الدراجات أبطال المملكة وأبطال آسيا في الممتاز من درجة البراعم إلى الكبار كلها في الممتاز عندنا التنس الأرضي أيضا في الممتاز وهذا العام أيضا أبطال الدوري السعودي للتنس الأرضي تنس الطاولة في الممتاز لعبة التكواندو أيضا من الألعاب المميزة وبطل العالم للتكواندو اللي حقق الميدالية الذهبية في شرم الشيخ في عام 2017 محمد السويق من نادي السلام ما شاء الله أيضا عندنا لعبة الجمباز أيضا من الألعاب اللي تلعب على مستوى المملكة و في الممتاز أيضا في الممتاز أخيرا لعبة السباحة مضافة حديثا وشاركت في هذا الموسم والتحقت بالركب في موضوع تحقيق النتائج في الاستراتيجية وحققت المركز الثامن على مستوى المملكة في الفئات السنية ويبقى القدم في دوري الدرجة الثالثة وعلى فكرة القدم كان في اجتهاد كبير وصعدنا لدور الدرجة الثانية ولكن هذا كلام كبير يحتاج إلى معرفة. طيب خلني أستفيد أبو محمد أو أرى كيف استفدت أو استفادت إدارة السلام بوجودك أبو محمد كرئيس مجلس الإدارة من استراتيجية الدعم اللي اليوم تقدم من وزارة الرياضة كيف كان الدخل المالي من خلال هذه الألعاب؟ الاستراتيجية ابتداء إذا في وقفة إجلال وشكر وتقدير هي للدعم الكبير المقدم من حكومة مولاي خادم الحرمين ومن حكومة ومن سيدي ولي العهد وإلى تبني ولي العهد إلى هذه الاستراتيجية وإلى قدرة الوزير أو سمو الوزير الأمير عبد العزيز على صناعة استراتيجية حديثة صراحة في وزارة الرياضة اللي اعتبرها أنا صراحة هي تغير تاريخي في المشهد الرياضي برمته وليس فقط على مستوى المملكة أو تاريخه حتى بالنسبة للدول العالمية وعلى مستوى عالمي ما أظن في برنامج استراتيجية مدعوم بهذا الحجم الضخم من الميزانيات المالية مثل البرنامج اللي موجود عندنا اليوم في المملكة العربية السعودية. المبلغ المخصص للألعاب المختلفة فقط 480 مليون ريال إلى الألعاب المختلفة موزعة على عدة مستويات موزعة على 10 ألعاب. فبالتالي هذا يعني الجانب الأول اللي لازم احنا صراحة نظهره ونبرزه واللي الأندية اللي مهتمة في الألعاب الرياضية المختلفة جل وقت اللي ترى نفسها
يعني في منصات التتويج الحقيقية وفي التقدير الحقيقي من الناحية المادية والمعنوية. وهذا إنصاف حقيقة، هو الإنصاف اللي مثل هذه الأندية هو الاستراتيجية والمعايير والحوكمة. بالفعل الاستراتيجية طرحت إلى عموم الأندية في المملكة إلى 170 نادي، فبالتالي كان على كل الأندية أنها تكون على استعداد، هل هي مستعدة ولا لا. نادي السلام ممكن لأن من سنوات سابقة كان ماشي بمنهجية قبل الاستراتيجية، كان ماشي بمنهجية لأكثر من 8-9 سنوات 10 سنوات اهتمام كبير بالغ في كافة الألعاب الرياضية المختلفة. حلو. وكان مؤسس تأسيس صحيح من ناحية الأكاديميات والفئات السنية لين وصلنا إلى الفرق الأولى. و90% إذا مو أكثر ألعاب الممثلين للنادي كلهم نشأوا من الفئات السنية لين وصلوا الفريق الأول. كلهم ما في استقطابات إلا ما ندر استقطابات خارجية من النادي، كلهم من المنطقة، كلهم من المنطقة فمشوا وهم من الفئات السنية لين وصلنا إلى الفرق الكبار. فالعمل هذا يعني كانت فيه شروط تحتاجها الاستراتيجية، يعني وضعتها وزارة الرياضة، كانت 5 شروط، وهذه 5 شروط إذا النادي قدر أن يوفي فيها يقدر يدخل الاستراتيجية. وأنا أذكرها على عجالة موضوع الـ5 شروط، أن يكون النادي عنده 10 ألعاب رياضية، هذا شرط أساسي. أن يكون النادي عنده 5 ألعاب رياضية منافسة على مستوى الكبار. الشرط الثالث أن يكون 5 ألعاب رياضية منافسة على مستوى الفئات. الشرط الرابع أن يكون 8 برامج إلى الفئات السنية الصغيرة معتمدة في النادي وقاعد تنفذها وتطبقها بشكل جيد. الشرط الخامس أنك تقدم خطة تفصيلية كاملة فنية ومالية وإدارية إلى الوزارة والوزارة توافق عليها. حلو. إذا هذه الشروط الخمسة أنت قدرت تطبقها وتحققها راح تدخل الاستراتيجية. لهالسبب عدد الأندية الآن الموجودة في استراتيجية 50 نادي، نأمل أنها تكون بإذن الله يعني في الموسم القادم. طيب أبو محمد كلمني عن الفلوس. الأندية يبحثون عن المال. عطني في هذه الألعاب إيش اللي حققت أنتم منجز وكم كان الدعم؟ لأن هذه الأرقام هي اللي يعني خلني أقول تصنع الفرق عند رؤساء الأندية. صحيح. شوف كتصنيف احنا لحد الان ايه؟ الارقام نسمع فيها بس ما وصلت. ايه؟ نسمع فيها، ننتظر ختام الموسم عشان يبدا عمليه الصرف. ولكن عشان نفهم احنا التركيبه الماليه في موضوع كيف الدعم الى الاستراتيجيه نحتاج نفهم ان في 10 ألعاب رياضيه الان في الاستراتيجيه مدعومه. حلو. ونتوقع ان راح يكون اضافه الى دعم العاب رياضيه اخرى. صنفوا الألعاب الرياضية إلى مستويين. المستوى الأول 100 نقطة، وهي الألعاب تدخل فيها كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، ألعاب القوى، ألعاب القوى والتنس الأرضي. هذه صنفت المستوى الأول 100 نقطة. 100 نقطة. المستوى الثاني 60 نقطة، وأيضا هي 5 ألعاب: التايكوندو، الكاراتيه، الدراجات، والسباحة، والتنس وتنس الطاولة. هذه 5 ألعاب 60 نقطة. الآن النقطة الواحدة تعادل 600,000 ريال. 600,000 ريال النقطة الواحدة. النقطة الواحدة يعني أعطيك على سبيل المثال حقق الفريق الأول المركز الأول في دوري الممتاز للتنس الأرضي. التنس الأرضي يأخذ 100 نقطة كده. لا مش 100 نقطة. الـ100 نقطة هذه موزعة على الألعاب. المركز الأول راح يحقق تقريبا ممكن 3 نقاط أو 3.5 نقاط في موضوع الدعم. ايه؟ يطلع بما معناه ممكن أو أكثر، يمكن 6 نقاط أو 6 نقاط وشوية، بيطلع تقريبا حوالي 3,600,000 ريال. هذا الجائزة المخصصة كمكافأة مالية لتحقيقك للمركز الأول بطولة التنس. احنا نتكلم بطولة التنس. التنس إذا حققت المركز الأول راح تأخذ 3,600,000 تقريبا. نعم تقريبا بهذه الكيفية. وقيس على كذا بقية الألعاب مثلا في دوري كرة اليد إلى الممتاز. كرة الطاولة ولا التنس؟ التنس والطاولة عشان تصير واضح عشان بالنسبة للمشاهدين. وأيضا عشان يبدأ في الإعلام تصير المسميات واضحة أيضا. نعم. موضوع التنس وموضوع الطاولة. كرة الطاولة. كرة اليد مثلا تحقيق المركز الأول في الدوري الممتاز 10 نقاط.
10 نقاط من 600,000 6 مليون. 6 مليون. فالمشهد الرياضي متغير بشكل جذري. الميزة في الاستراتيجية أبو خالد إن المركز الأول والثاني والثالث سابقا كانوا هم فقط المكرمين أو اللي يعطوا مكافآت تقديرية ومالية. الآن في الاستراتيجية العطاء من المركز الأول إلى المركز العاشر. إلى المركز العاشر أن تكون منافس. أي يعني أنت في تأخذ عطاء في يعني الآن إذا إحنا تكلمنا على مثلا المركز الأول 10 نقاط راح يكون مثلا المركز رقم 10 مثلا بوينت 1 بوينت 1 مثلا من النقاط أو بوينت 5 من النقاط يعني يطلع لك على الأقل 300,000 ريال. ففيها عطاء إلى كل المراكز. كم أكمل نقطة أبو محمد أنت؟ شفتوا مثلا كم نقطة معك الآن من كل الألعاب؟ أنا ما أقدر أحصيها لأن باقي منافسات ما انتهت. أبو محمد بنقول ما شاء الله بس كم نقطة؟ باقي منافسات ما انتهت فعلا واقعا إلى الآن يعني ما أقدر أعطيك يعني أنا أعطيك تقريبي. إيه؟ تقريبي اللي إيه؟ ذكر في التقرير إيه؟ أقرب إلى الصحة اللي هو 10 مليون. 10 مليون تقريبا. تقريبا أو أكثر ممكن يكون أكثر. لا مش أقل إن شاء الله. مش أقل إن شاء الله. مش أقل يعني أكثر من 10 مليون تنتظر أنت يعني خلال ألعابك بإذن الله إن شاء الله أن تحقق أو نقدر نكسب هذا الحجم من الدعم المالي. في خالد في نقطة بس طبعا محمد في نقطة أني أنا كنت يعني 10 مليون كنت أتوقع هذا يكون ذهب يعني ذهب في البداية خليني يعني أشيد بالتجربة وأشيد بالأستاذ فاضل أبو محمد. أنا صراحة منبهر تماما يعني حتى يمكن تكلمنا في حلقة سابقة عبد الرحمن عن الاستراتيجية وعن الدعم وعن الحوكمة ومدى استفادة الأندية حتى أنديتنا الكبيرة من مثل هذه الأنظمة. صحيح. أعتقد أنه كنا نتكلم دائما عن وجود المختصين عن وجود الرؤية الاستراتيجية عن وجود أبو محمد أشار لنقطة مهمة قال إحنا ركزنا في كرة القدم وبعدين توقفنا وصار تركيزنا على يعني لأنه الآن جلس يوازن عن الفائدة اللي راجعة للنادي. إيه؟ أحيانا قد تستهلك هالعشرة مليون كلها في كرة القدم ولا تحقق منجز. نعم. ولكن قد تستفيد منها. الآن يتكلم أبو محمد عن منجزات أو تمثيل على مستوى العالم عن ميداليات ذهبية على مستوى العالم. حسب علمي برضه إن أول دراجات العنصر النسائي كان من نادي السلام. نعم. حقق ميدالية ذهبية. فأنت تتكلم عن منجزات على مستوى العالم. أرجع هنا أربطها في عاملين. العامل الأول الدعم الحكومي والاستراتيجية اللي فعلا أتاحت الفرصة للناجحين أمثال الأستاذ فاضل ومجلس إدارته أكيد إنهم فعلا يتيحهم الفرصة. يعني كان فقط مثلا أحيانا من المعيقات الدعم المادي. صحيح. لأن الدعم المادي متوفر وفق اشتراطات معينة. صحيح. نقطة كذلك لما تتكلم عن 170 نادي كان فيها 5 اللي فيها ألعاب مختلفة. بعد الاستراتيجية أصبحت 8 أصبحت 50 يعني قصدك عدد الأندية اللي كان فيها عدد ألعاب. إيه؟ قبل الاستراتيجية كانوا 5 أندية على مستوى المملكة بالضبط. فيهم 10 ألعاب وأكثر. وبعدها بعد أول ما أعلنت الاستراتيجية 50 نادي الآن. إذن أنت تتكلم الآن شوف القفزة النوعية اللي حصلت على مستوى رياضة وطن. هنا نتكلم عن الدعم الحكومي والاستراتيجية اللي وضعت على الأساس نجاح الاستراتيجية. ثم العنصر الثاني وجود إدارات ناجحة أو خلنا نقول إدارات متخصصة فعلا. أبو محمد شد إن هو يتكلم بشغف عن النادي يتكلم. صحيح. حتى بال في التقرير يقول أن هذه أكبر صالة تنس طاولة. البطل هذا حقق عام 76 ميدالية ذهبية. البطل هذا من الناشئين. أشار لنقطة مهمة ثالثة وهو الهدف الرئيسي للنادي لما نتكلم عن الأندية الرياضية الثقافية الاجتماعية. أبو محمد ذكر نقطة ترى بالغة الأهمية عن تدرج الفئات السنية لما تتكلم عن نادي منطقة فيه والاستقطابات فيه قليلة. فهو دائما تكلم عن الاجتماع بين الجيلين القديم والجيل الحالي أو حتى بين الفئات السنية والأبطال الأولمبيين السابقين. نعم. اللي حققوا ميداليات. نعم. أنت قاعد الآن تحقق شوف أهداف اجتماعية وأهداف رياضية. من خلف هذا عنصرين الدعم الحكومي اللي موجود لكل الأندية. نعم. وجود إدارات متخصصة وناجحة وشهادتي طبعا مجروحة فكرة الاستراتيجية تتكلم عنه وفكرة الاستراتيجية فكرة الاستراتيجية اللي هي الدعم الحكومي. نعم. بلور استراتيجية بلورة الدعم الحكومي. صحيح. سمو سيدي ولي العهد قدم الدعم الحكومي من القيادة. سمو وزير الرياضة بلور هذا الدعم الاستراتيجية فعلا منصفة وكذلك دعمت الناس اللي خليني أقول لك في الظل
ماليا كان عندهم يعني صعوبات ماليه، لكن لما تجد نتائج اليوم احنا نجلس في الديوانيه ونتكلم عن نتائج استراتيجيه مثل نادي السلام الان 8 ألعاب في الممتاز، فاعتقد انه اول شهاده امتياز لنجاح الاستراتيجيه او حتى خلينا نقول تعطي مؤشر ايجابي فعلا ونموذج حتى انديتنا الاخرى تستفيد من هالتجربه الناجحه. صح ابو ضفاف على حديثنا ابو محمد. شوف اولا زين عبد الرحمن، احنا على بعد نص ساعه من دخول اليوم 90، اليوم الوطني 90. نعم. وانتهز الفرصه تقدم لخادم الحرمين وسمو ولي عهده وكافه الشعب السعودي بحر التهاني واطيب الامنيات بان يستمر هذا الوطن في الامن والامان والرخاء والازدهار. واربط هذا الامر بان هذا البلد هو بلاد المحبه والسلام. اي والله بصراحه. صح. وبالتالي اهني الاخوه في نادي السلام على اختيارهم لحمامه السلام كشعار لهذا النادي. بالتالي اليوم احنا نحتفل بهذا الوطن الحبيب، وطن المحبه، وطن السلام بالفعل. نعم. واليوم عندنا نادي يعطينا مثال حي للنادي اللي يعمل. فاحنا كل مناسبه اليوم الوطني يتكلم عن الدعم الحكومي والتطور اللي تشهد السعوديه في كافه المجالات، لكن دائما نختصر الموضوع في الجانب الرياضي باعتبارنا رياضيين. جزء مما قدمته القياده السياسيه ونفذت القيادة الرياضية هو الاستراتيجية. صحيح. بالتالي اليوم في اليوم الوطني 90 أنت تتكلم عن حدث جديد اللي هو حدث الاستراتيجية ما كان. نعم. موجود في اليوم الوطني 89. نعم. اليوم نجني جزء من نتائج هذه الاستراتيجية اللي قدمها الأستاذ اللي رحب فيه الأستاذ فاضل، اللي هو نموذج للنادي اللي أأمن بالاستراتيجية ونفذها على أرض الواقع وأصبح وكأنه يحفز الآخرين يا جماعة أنه هذه الاستراتيجية قابلة للتنفيذ، ما هي صعبة، ما هي مستحيلة، وقابلة لاحظ للمنجزات وتخدم الوطن. نعم. تكلم عن منجزات كثيرة على مستوى آسيا، بالتالي هذه اللي كانت الاستراتيجية تبحث عنها. هذا جانب. الجانب الآخر مهم جدا أنا أتوقع أنه أنا أعرف أنه المنطقة اللي يأتي منها نادي السلام وتأتي بها بقية المنطقة في الشرقية هي مشهورة في الألعاب المختلفة، لكن ليس في هذا التخصص دقيق جدا، يعني تتكلم عن براعم إلى الكبار في الدراجات. وصعب جدا اليوم أنك تبحث عن لاعبين يلعبوا تنس، يلعبوا سباحة، يلعبوا طاولة، يلعبوا تايكوندو، الكل يركض نحو كرة القدم. صحيح. فهنا صحيح. تشكر الإدارة هذه اللي استطاعت أنها توجد هذه العشر ألعاب المختلفة، وليست في كرة القدم، بالعكس كرة القدم ربما في المجهول بالنسبة لنادي السلام، لكن أوجدت عشر ألعاب رياضية من الصعب جدا أن تجد في المدرسة أو في الحي من يمارسها، ومع ذلك فرضت حضورها وأوجدت فرق قوية جدا تخدم منتخبات المملكة. هذه جزئية ترى لا يجب أن نغفلها بأمانة، لأنه أنا أقول للأخوان في دار السلام دور رائد. كيف تقدرون تقنعون اللاعب يجي يلعب تنس؟ يقول لك لا والله بروح كرة قدم. كيف تقنعه يلعب سباحة؟ كيف تقنعه يلعب دراجات؟ ترى صعب جدا. يعني الآن ابنك أنت لو تقول له روح يلعب دراجات قال لا، لا إعلام، لا شهرة، لا أضواء. حتى هم كإداريين كرؤساء يمكن يعتقدون أنه الرؤساء اللي يرأسوا أندية في كرة القدم أشهر منهم بكثير بأمانة. نعم. يمكن النادي عنده لعبة كرة قدم فقط، لكن كل العاملين في النادي مشهورين أكثر من هذا النادي اللي يرأس الشخص الذي يرأس نادي فيه 10 ألعاب. صحيح. فكل هذه الأمور مرتبطة، جزئية مهمة جدا. أنا اللي أقول اليوم أتمنى شخص المنصفي إحنا نتحمل جزء من هذا الشيء بلا شك بلا شك، ولكن هذا الواقع في كل دول العالم. صحيح. يعني برشلونة يحقق بطولة أوروبا في اليد ما حد درى عنه، لكن يحقق صحيح. الدوري في كرة القدم الكل يعرف. نعم. بس أنا اللي مهم جدا أوجه كلامي لسمو وزير الرياضة، وأتمنى وأنا متأكد أنه هذا الشيء سيحدث، أنه بالفعل بعد نهاية الموسم مباشرة يتم مكافأة من طبقوا استراتيجية وتمنح لهم الأموال التي يستحقونها وفق النقاط. لسببين. السبب الأول حتى تحفز الآخرين أن يتحركوا مثل ما تحرك نادي السلام كمثال. السبب الثاني ومهم جدا، نادي السلام حتى يستمر في الموسم المقبل على ذات المنجز يحتاج مال يواصل العمل في هذا الموسم. بالتالي إذا تأخرت هذه الوعود ولم تسلم إدارة نادي السلام تهبط مستويات اللاعب، لأن حتى اللاعب سيحبط، الإدارة ستحبط. إيه؟ فنقول شكرا لإدارة نادي السلام. حلو. سواء ممثل بالأستاذ فاضل أو كافة الفريق. طيب. العاملي معه. أبو محمد ما وقفت أنت على موضوع الدعم الموجه من الحكومة والاستراتيجية والاستفادة من هذا الموضوع، حسب معلوماتي أنت أيضا تعمل في جوانب استثمارية موجودة. صحيح. في النادي، وهذا دليل ايضا على انه الاداره، اداره الاستاذ فاضل عندها اهداف بعيده. صحيح. احنا من النقاط اللي بالفعل النادي راح باتجاه زرع
يعني أساسيات تدعمك في مسألة النجاح. يعني قبل الاستراتيجية كانت الموارد المالية للأندية تكاد تكون يعني موارد ضعيفة، أو إذا ما عندك هيئة شرفية قوية أو ما عندك يعني مداخيل غير المدخول الرسمي، فبالتالي تحتاج إلى شيء من الأمور اللي تدعمك. فضلاً على أن التقدير اللي يجي كمبالغ سنوية ما يعطيك التأهيل أنك أنت ترسم خطط قصيرة المدى أو متوسطة المدى على مدى 4 أو 5 سنوات. فرحنا باتجاه تفكير أن نبدأ في الاستثمار. يعني أنا إذا بنفق في الموسم الواحد على بقائي في دور الدرجة الثانية 1.5 أو 1.6 مليون، أنفق هذا المبلغ على مشروع استثماري أسس فيه تأسيس صحيح إلى عوائد استثمارية إلى النادي، وعلى ضوها على الأقل أبعرف على الأقل مداخيل سنوية بتجيني أشبه بالثابتة. وهذا اللي بالفعل اللي رحنا باتجاهه، حولنا واجهة النادي الأمامية إلى مجمع تجاري سكني يعني استثماري بامتياز، يعني أكثر من 20 محل تجاري. الوحدات واجهة النادي كلها حسب الشروط والضوابط والموافقات والتصاريح الرسمية نفذنا هذا المشروع، وكانت الوزارة داعم لنا بشكل قوي، وكانت أيضا إمارة المنطقة داعم لنا بشكل قوي. المقر أي فئة هو المقر؟ المقر على فكرة المقر حقنا جهود ذاتية. ما هو منشأة؟ جهود ذاتية. ومساحة الحالية عندي حسب معلوماتي أنه فيه حديث على مقر جديد. في حديث على مقر صح، وهذا ممكن أجيه هنا بالتفصيل بعد شوي، بس أنا أتحدث لك الآن عن الجانب الاستثماري. فالوحدات السكنية خصصناها إلى المدربين واللاعبين المحترفين، فسكرنا بند كبير في ميزانية النادي لموضوع استئجار وما استئجار، فكان خلاص يعني هذه مخصصة إلى يعني متعاقدين مع النادي. ما شاء الله. زين. أيضا رحنا باتجاه عمل ملعب كرة قدم عشب صناعي استثماري غير الملعب الاحترافي المخصص إلى اللعبة. هذا أيضا يعطينا عوائد جيدة، وهو مؤجر على مدار العام. هذا أيضا فيه عوائد جيدة، وهذه من الأفكار والأمور اللي أنا أيضا أتمنى يعني اللي عنده فرص من الأندية أنه ينشئ هالنوع من الاستثمارات. تأسيسها ما هو مكلف لكن فيها عوائد لا بأس فيها. هي الملاعب. الملاعب أيضا أنشأنا عيادة علاج طبيعي متخصصة. هذه العيادة يشرف عليها يعني أحد الكفاءات الوطنية، وموجود معاه ستاف طبي يقدم خدمات علاجية إلى منسوبين النادي ضمن امتيازات اللاعب وانتماء للنادي، ويقدم أيضا خدمات طبية إلى خارج المنتسبين من النادي. عيادة طبية. عيادة طبية مو علاج طبيعي. علاج طبيعي. علاج طبيعي. علاج طبيعي وعلاج طبيعي. تأهيل. وعلاج تأهيل. إصابات ملاعب. أي نعم. يعني من خارج النادي برسوم. سام. اللي من خارج النادي برسوم. اللي من خارج النادي برسوم. ومن الداخل كانوا تأمين طبي. أي واللي من داخل النادي يتعالج بضمن الامتيازات لأنه منتمي للنادي. فأيضا عندنا مركز ثقافي. نادي السلام كان يستشعر أن يجب عليه أن يعمل شيء باتجاه المسؤولية الاجتماعية، فأسسنا مركز ثقافي بمساحة تقريبا تتجاوز 550 متر مربع بنمطية أكاديمية وفصول وتقنيات ودوائر تلفزيونية نستقطب فيها أجيال شابة في تطويرهم في تعليمهم في تقويتهم تعليمية في دروس قرآنية وفي العديد من الجوانب الثقافية، إلى إيماننا الكامل بأن هذه المؤسسة ككيان تحتضن كافة الشرائح سواء كانوا رياضيين أو غير رياضيين. فهذه من الأمور والأشياء الاستثمارية، وما زال العمل والفكر الاستثماري يعني ما شاء الله بهذا الاتجاه. العيادة هذه وش سعتها؟ هذه العيادة مساحتها تقريبا تتجاوز 300 أو 250 متر مربع، 300 متر مربع بعدد تقريبا 8 إلى 10 أسرة، فيها أجهزة حديثة وتقنيات متخصصة في العلاج الطبيعي، والحمد لله يعني 10 أسرة تصل لعشر أسرة. إيه تصل لعشر أسرة. إلى 10 أسرة. ما شاء الله أبو محمد يعرف مساحة الأراضي. يتكلم ترى الآن عن مركز ثقافي مساحته 550، يتكلم عن عيادة مساحتها 250.
التفاصيل مهمة. أهم شيء فريق كرة القدم لا يطلع ممتاز، لأن بياكل الأول والثاني. لا لا لا، كلام تأكيد لكلام أبو نواف، ترى يعني أنا مجلس الإدارة ينظر بالفعل إلى كل الألعاب بالتساوي. بالتساوي، يعني عملية العطاء أو الاهتمام موجود حتى إلى كرة القدم، ترى موجود. وممكن يعني الآن مع الدعم هذا اللي جاي القوي، ممكن حتى التحول أو تغيير موقعية كرة القدم إنه يرقى إلى مصاف الألعاب الأخرى كرقي في درجة أعلى، هذا وارد، يعني هذا وارد وموجود ضمن اهتمام إدارة النادي في كافة الألعاب الرياضية. في كرة القدم فهمت أنكم في كرة القدم بادين في العمل، أنه ممكن الفريق يوصل لبعد. صحيح. بالفعل في توجه في هذا الموسم أن يعني الأمور تكون مفتوحة بشكل قوي باتجاه الدعم وتطوير موضوع الفريق حق كرة القدم، وإن شاء الله يرجع إلى موقع الطبيعي في دور الدرجة الثانية ومنها إلى درجة أعلى بإذن الله. شوف أنا استهويني موضوع استثمار كثير. أنا أتوقع حتى العيادة الطبية فيها فكر استثماري، ما أتكلم عن خدمتها للخارج النادي، لكن ربما حتى تجهيزها ما تم بدفع مبالغ طائلة بقدر ما هي يعني بوعود بيمنت. خلينا نقول أنه والله أنت جهزت الأجهزة على أساس أنك حتدفع لقيمتها من خلال العائد في العيادة، ولا صحيح. يعني لأنه ما أتوقع متوفرة قيمة الأجهزة هذه كلها صراحة. أستاذ مساعد، أنا أضيف لك نقطة مهمة. بعض عناوين الاستثمار وضمن لائحة الاستثمار الأساسية حق وزارة الرياضة فيها كثير من البنود لها علاقة أنك أنت تكون شريك مع مستثمر، مثلا يجي يأخذ مساحة من الأرض وبعد كده أما تقتطع منه نسبة أو أنه بعد هلقات سنة يرجع لك العائد الاستثماري أو يرجع لك المقر. إحنا في النادي ما دخلنا مع مستثمرين، إحنا أموال اللي تجينا من رجال أعمال من هيئة شرفية كنا ننفقها في بناء المباني الاستثمارية، فبالتالي من أول يوم ملكية هذا المشروع كله بالكامل تعود إلى النادي. مثل موضوع العيادة، العيادة أسسها النادي تأسيس كامل من ميزانية خاصة موجهة إلى النادي، وعلى ضوها الآن سواء كانت الأجهزة الطبية والمعدات والكادر وكله ضمن ملكية النادي كعائد. هذا أيضا ترى مهم جداً إلى سرعة استحصال المبالغ. أنت لو أعطيت مستثمر ممكن ما ترجع لك العوائد إلا بعد 10-15 سنة. أستاذ فاضل، والآن أصبحت العيادة وأصبحت العيادة الآن تصرف على نفسها. صحيح، وهذا هو المهم ترى. صحيح، تصرف على نفسها وأيضا تعطي فوائد إلى النادي. للنادي بالضبط. ممكن أستاذ فاضل بس إذا سمحت لي بسؤال، أعضاء مجلس الإدارة هل فيه متخصص في الاستثمار؟ هل في متخصص في الـ 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 أو هي يعني جهود جماعية؟ يعني هل مثلا بأعضاء مجلس الإدارة أحد متخصص في الاستثمار ماسك هالملف؟ جميل، خلني أعطيك أنا فكرة عن أعضاء مجلس الإدارة. أعضاء مجلس الإدارة إحنا كنا الآن موجودين تقريبا دورتين وإحنا الآن في الدورة الثالثة. أعضاء مجلس الإدارة يعني من الأشياء الإيجابية والجميلة إن كنا تقريبا في عمر واحد في جيل واحد. هذه نقطة مهمة. قيس على كذا، معظم أعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين أصحاب تخصصات مختلفة وقيادات أيضا في مجالات عملهم. يعني أنا ما أبغى أذكر بعض أسماء الشركات أو بعض أسماء الجهات، ولكن من الجانب الاستثماري عندنا متخصص بمستوى عالي في الجانب الاستثماري، متخصص في الجانب الاستثماري. عندنا أحد متخصص في المحاسبة والأمور المالية كإدارة مالية، عندنا أشخاص متخصصين في الجانب الرياضي، عندنا أشخاص متخصصين في الجانب الإداري، فعدة تخصصات تنوع متنوع. مهندسين كفاءات يقيدوا شركات، مدراء شركات على مستوى عالي، بعضهم قيادات في قطاعات بنكية، بعضهم قيادات في أماكن تربوية، فبالتالي في تنوع في مجلس الإدارة. وكان هذا يعني الاختيار وهذا التشكيل جدا مهم جدا مهم. والآن العمل اللي يعني تنص عليه اللائحة الأساسية في موضوع تشكيل مجالس الإدارة هو أن يكون بنظام القائمة، نظام القائمة يعطي جدا خيارات قوية إلى رئيس مجلس الإدارة باستقطاب الأشخاص
ذوي الكفاءات سابقا كان أي واحد عنده الرغبة يبغى يعمل في النادي يعمل في النادي، بعد كده تتشكل مجموعة من الأعضاء 9 أو 11 عضو ولكن كلهم على تضاد، يعني ما يكونوا منسجمين باتجاه العمل تخلق مشاكل بالضبط. فبالتالي نظام القائمة جدا نظام يعني متقدم ونظام يعني إداري قوي صراحة. هو طبعا النتائج تتكلم، أنا ما استغربت، أنا سألت السؤال ومتوقع إجابته اللي يكون فيه متخصص في الاستثمار متخصص في المحاسبة وكذلك أنهم كفاءات، لأن النتائج دائما تعكس العمل على أرض الواقع، وهذا يمكن اللي كنا نتكلم عنه دائما عدم وجود متخصصين. أنا أقول لك الآن متأكد في أندية في الممتاز ممكن أندية كبيرة ما عندها متخصص في الاستثمار، ما عندها متخصص في التسويق، ما عندها متخصص في المحاسبة المالية. فمتأكد يعني الكلام اللي قلته هذا يعزز اللي دائما احنا نطرحه هنا، ان المتخصصين دائما يقطعون شوط اكثر او يختصرون المسافات في تنفيذ الاستراتيجيات. لما تكون عندك استراتيجية ومن يدير هذه الاستراتيجية او حتى خلنا نقول من يتحكم بمفاصلها لا يملك الخبرة الكافية او الكفاءة العلمية، هذه هي الاشكالية. ترى الاندية الكبيرة عندها متخصصين في الاستثمار ولكن سقف المطلوب اعلى من الارقام اعلى من امكانيه انه يقدر يحيط بمتطلبات النادي الكبير. هل يمكن الانديه الصغيره او في الدرجه الثالثه والثانيه وغيره يعني احتياجاتها او متطلباتها تتوازى مع المدخلات اللي وقع عندي سؤال بنوار هي في 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 بس المكتسبات تأثيرها. مكتسبات عند في المحترفين لا مثلا لا أنا سؤالي. على مستوى جماهيري لا بس اقول تاثيرها على مستوى يعني تاثيرها كبير برضه هو عنده مساحه هذا اللي يعمل في الاستثمار انه يدخل المدخلات على نادي السلام تاثيرها كبير جدا على نادي السلام وفي من الانديه اللي في صفه ولكنها لا تساوي شيء في الانديه الكبيره يعني يمكن انا العقليه الاستثماريه يمكن انت عضو مجلس اداره يعني وعندك سواء الأندية الكبيرة اللي احنا نعرفها جميع يمكن الإدارات فيها في ملف استثمار لكن انا سؤالي عن من يمسك هذا الملف ابو نوار من يدير هذا الملف هل هو انسان اوكي انا اجيب موظف واقول هذا مسؤول الاستثمار لا هو انا اللي اعرف الاسماء انهم متخصصين ولكن المطلوب منهم شيء كبير والمطلوب منهم شيء كثير يعني مو بالسهوله اللي حاطه فيه بمثل ظروف الأندية الصغيرة اللي عندها الإمكانية هي تأكيد كلمة منها وفيها يعني خذ المسألة نسبة وتناسب بمعنى يعني ممكن بعض المشاريع اللي ذكرناها تأثر بالفعل في نادي السلام كعوائد مالية وإحنا يعني في ضمن إدارته وضمن صرفه الإداري. لما تصعد إلى بعض الأندية اللي مثلا عندها قاعدة جماهيرية ضخمة أو عندها يعني هيئة شرفية أيضا ضخمة وبالتالي ميزانيتها ضخمة ايضا موضوع حجم المشاريع الاستثماريه لازم تتوازى وتتناسب صحيح مع يعني مع حجم النادي يعني انت عندك مكتسبات كثيره تفرق عن هذا النادي يعني اللي تتوازى مع حجم السلام. النادي يعني مثلا نادي مداخيله على افتراض حاجه اكثر للمتخصص دكتور هي نعم. اشبه بي 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 باللاعب اللاعب اللي يمكن ان يؤدي شيء ما في نادي متوسط او صغير لا يمكن ان يؤديه في نادي كبير يعني لذلك تجيب للنادي الكبير لاعب محترف امكانياته عاليه أنا ما يزال عندي سؤال تجيب مسؤول استثمار محترف أو متخصص مو بشرط أنا ما يزال تجيب لاعب كبير في نادي أقل ويسوي لك منجز زي مثلا مارادونا مع نابولي كيف قدرت لا نتكلم عن ملف استثمار أنت كيف قدرت تقنعون جماهير النادي صراحة كيف قدرت تقنعون جماهير النادي بالصبر عليكم في هذه الألعاب واختفاء كرة القدم ترى هذا أمر صعب جدا سالم ساعد شوف في يعني ممكن المنطقة الشرقية تحديدا عندها اهتمام قديم في موضوع الألعاب الرياضية المختلفة اهتمام قديم صراحة مو من الآن صحيح. أنا أتكلم بمجمل المنطقة يعني في اهتمام كبير السباحة واليد وممكن تشوف كثير من الألعاب بارزة يعني وأبطالها كلهم من المنطقة من أندية المنطقة الشرقية فبالتالي موضوع الثقافة السائدة اللي موجودة في المجتمع ثقافة جاهزة للتقبل الجغرافيا والمناخ والثقافة دائما نعم. هي تشكل اللعبة جاهزة إلى التقبل بمعنى حتى الألعاب الرياضية هذه اللي نذكرها يعني أنا أعطيك أمثلة الآن كرة الطائرة تمارس حواري كرة اليد تمارس حواري مثل القدم حواري إلى أي درجة بعض الجماهير والمحبين متابعين للألعاب الرياضية المختلفة صحيح. كرة السلة تمارس حواري تقام عندنا كثير من البطولات ما هي تحت مظلة رسمية تقام خارج أسوار الوزارة فبالتالي كثير من الأنشطة الرياضية تقام
ضمن محبة أو ضمن يعني جماهيرية جاهزة زين. أيضا من الأمور الإيجابية ومن الأشياء اللي نقدر نوصل فيها رسالة، ترى عملية ربط النادي مع المدارس ترى خط مهم جدا جدا جدا، أنك تربط العلاقة ما بين المدارس الموجودة المحيطة بموقع النادي أو في المدينة اللي موجودة ومع النادي، ترى شيء مهم تعملون جدا على هذا الموضوع. قصدك كبير تعملون على هذا الموضوع. نعم احنا منفذ هذا الموضوع، بموضوع اللاعب الصغير بالمدرسة عندكم ربطتهم لكم دور موجود ربط، بل حتى الدوري الداخلي اللي موجود داخل المدرسة النادي يكون له إشراف، يكون مساهم في عملية الجوائز والكاسات والميداليات، يعني بحيث النادي يكون بيئة منتجة لمواهب المدرسة. بالضبط. يعني الآن في الختام أو في الأخير، إن هذا اللاعب لما بيكون تبين عليه موادر الموهبة صحيح، وين بيروح؟ بيجي للنادي. بيجي للنادي فيجي مؤسس، فبالتالي ممكن المدرسة فيها 700,000 طالب، يعني إذا حصلنا منهم 10 مواهب جو إلى النادي، بالإضافة لأنك أنت ضمن أهداف الاستراتيجية أنك أنت أيضا تعمل برامج خارج أسوار النادي تزيد شريحة الممارسين الرياضيين وتزيد عدد يعني الأجيال الممارسة للنشاط الرياضي. فإحنا علاقتنا مع المدارس علاقة قوية جدا بكل مراحلها. صراحة أبو محمد أنت سهلت الموضوع على مستوى العمل للأندية الثانية، وصعبته في نفس الوقت على كثير من الأندية جالسة تشتكي، يعني تطلب دعم مالي مختلف أو استثناءات على المستوى المالي. أنت اليوم تقدم نموذج أنه يقدر النادي يدخل مداخيل عالية ويستثمر في النادي على الرغم أنه ما يمتلك مثلا مكتسبات جماهيرية وتسويق والتفاصيل الثانية. لعل الطفل يستفيد. ونعم والله. ولكن حسب اللي يعرفه أنا اليوم أنه حتى سمو وزير الرياضة أصبح يضرب مثال في نادي السلام. صحيح. وحدثني عن المنشأة اللي أنت تتكلم عنها، وش تفاصيلها؟ المنشأة النادي المقر الحالي اللي موجود فيه يعتبر مقر جهود ذاتية، مساحته 8,000 متر مربع فقط، وهي تعتبر مساحة صغيرة جدا، ولكن يعني إحنا مستغلين كل شبر في هالمساحة، يعني أما في تطويره أو في استثماره أو في عمل الإنشاءات عليه. فالنادي مع هالكم الكبير من الألعاب بالفعل بحاجة إلى منشأة رياضية نموذجية. حاولنا نبذل الجهود. من أكبر صعوبات إلى يعني الموافقات إلى مسألة منشأة رياضية هي إيجاد أرض. فقدرنا بالفعل انطلاقا من الإدارات السابقة، ونقدم لهم رسالة تحية وإجلال وشكر وتقدير، وضعنا يعني يدنا على أرض كانت مخصصة إلى أملاك الدولة. أخذناها في البداية مساحتها كانت تقريبا 43,000. الدكتور يعجب الأرقام في 43,000. يعجب أرقام الأراضي قصدي. هذه الأرض وضعناها في البداية بنظام أبو خالد بنظام الآجار. أبجيك في الأرقام، في أرقام كثيرة ترى. لا بركز معك معلش. وضعناها في يد النادي بنظام الآجار، وبالفعل ضلينا ندفع عليها آجار أكثر من 7-8 سنوات. لكن في الأثناء هذه الأرض اللي أخذناها من أملاك الدولة ابتداء كانت أنشأنا فيها منشآت رياضية بجهود ذاتية، أيضا ملعب قدم، ملعب تنس أرضي، ولكن ترتقي للنموذجية اللي تنشئها الوزارة، لكن نقدر من خلالها ننفذ برامجنا. أثناء هذه السنوات 8 أو 7 بدلنا كإدارة جهد كبير ومحاولات كبيرة وحثيثة بأعلى المستويات، حتى صدر القرار من المقام السامي بكل شكر وتقدير وإجلال من خادم الحرمين الشريفين بتخصيص الأرض بمساحة أكبر من المساحة السابقة، ووصلت إلى 62,000 متر مربع. هذه الأرض موجودة يعني في وسط البلد، فبالتالي تعطي أيضا جذب أكبر يعني إلى منطقة استراتيجية، منطقة استراتيجية جدا، وليس فقط كان التخصيص أو المنح من المقام السامي إلى أرض، كان إلى أرض ومنشأة تقام على هذه الأرض. محمد لكم منافسين في هالمكان، ولا أنت قاعد تلعب في الملعب لحالك؟
على فكرة يعني ممكن لأنك أنت لما تسيطر على المدارس تسيطر على المجتمع ويكون هو يعني كثير تستثمر في المجتمع من خلال تأجير الملاعب وتأجير عيادة طبية ثم بعد كذا المدارس تكون أنت قادر على أنك تأخذ المواهب وتكتشف وكأنك غير منافس كأن السلام لا يوجد له منافس في هذه الرقعة يعني الجغرافية اللي تقع فيها السلام. اللي أنا أسويه أتكلم لازم يدورون خليني أقول لك اللي أنا أسويه أتكلم عن مدينة العوامية. حلو زين. بعض الأحيان في تصنيفات يعني كمن تصنيف إداري فمدينة العوامية تحوي هالقد عدد من المدارس فيها نادي فيها كذا فيها عدة مراكز حكومية ضمن تصنيف إداري أيضا في مدن مجاورة ضمن تصنيف إداري آخر أنا ما أروح إلى مدارسهم إحنا في ضمن التصنيف الإداري الأقرب انتماء إلى النادي أو الأقرب جغرافيا إلى النادي هذا بالأشياء اللي ذكرتها لأني كنت أبغى أجيب مثلا نادي السلام وحطه مثلا في الرياض وكيف أنه يضيع أبو محمد وما عاد يدري وين يلاقي أحد لا راح لا لا راح يقدر إذا كان عنده مستثمرين لا إذا كانوا يقدمون هالعمل أبو نواف بيلقون لا بس لأنه هو الوحيد بس خلهم يتحركوا ترى هو الوحيد في العوامية عشان كذا أقول لك لا يوجد منافس حتى فيه انتماء للمدينة بالضبط انتماء المدينة خلال النادي مثل المدينة وهذا هذا مهم ترى بالفعل هذه ميزة هذه مش عيب صحيح فالمشروع إن شاء الله مشروع المدينة النموذجية بإذن الله يعني بدعم كبير من حكومة سيدة خادم الحرمين وولي عهده وأيضا بدعم الجهود الكبير اللي تبدأ من وزارة الرياضة بقيادة سمو الوزير يعني بإذن الله يعني نأمل في قادم الأيام أنها ترى النور وأنها أسحب لكم مسؤولية أكبر ترى لأن هذا النادي الصغير حققت هالمنجزات يستاهل أكثر المنشأة النموذجية ترى مطلوب منكم أكثر ومصلحة الرياضة السعودية يعني أكيد أكيد وجود مثلا الحاضنات هذه اللي تنشئ وتبرز مواهب وتسقى المواهب نعم فهذا ما فيما يتعلق في موضوع الأرض والمنشآت الرياضية خالد طيب على مستوى انتهاء هذا المشروع تنتظرون يعني الفترة تعتقدون استلام هذا المشروع أو انتهاء بالنسبة لكم احنا بالنسبة لنا ننتظر متى البدء وبعد البدء حسب ما هو الآن على فكرة الموقع يعني صدر فيه يعني بس اخذتم الموافقات عليه لسه ما تم ما بعد يعني الموقع صدر فيه صك رسمي خلاص استلم النادي وصدرت الموافقات عملت المخططات الهندسية عملت الرفوعات المساحية عملت مجسات التربة طرحت ايضا الى المناقصات الحكومية ايضا والآن في إعادة في ترتيب وجدولة هذا الموضوع طبعا من الأمور والأشياء اللي كان في طبعا لما نتكلم على هذا الموضوع كموقع أو أرض أو مشروع ترى التحديات جدا كبيرة تحديات جدا جدا كبيرة وبالذات في المنطقة الشرقية في كثير من الأمور فيها عوائق لها علاقة في موضوع امتيازات شركة أرامكو وغيرها من الأمور دي طيب أيضا يمكن قبل شوي الموافقة اللي تمت من خادم الحرمين الشريفين سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يرفع خالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم وزارة الرياضة نروح الفاصل وارجع أكمل مع الضيوف
بنفس الروح العالية نعود، نرفع عن كاهلنا أثقال التوقف، نغوص في أعماق الرياضة، نتحدى المسافات ونحقق الآمال، نركض ونسدد الأهداف، نواصل المسير حتى نفوز، نعود بحذر ونكافح حتى النجاح. يا هلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الديوانية وضيوفة. ضيفنا الخاص اليوم هو الأستاذ فاضل النمر رئيس نادي السلام في العوامية، وأيضا سعد المهدي الدكتور محمد الناصر ومساعد العبدلي مع حفظ الألقاب للجميع. خلينا نروح للأخبار اللي اليوم موجودة معنا في أخبارنا في برنامج الديوانية. الهلال يعلن إصابة ناصر الدوسري بفيروس كورونا، وطبعا أوضحت الفحوصات الطبية إصابة لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم ناصر الدوسري بفيروس كورونا إلى جانب أحد أخصائي العلاج، ويخضع الثنائي للعزل الصحي وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. أبو نواف، تعليقك على الوضع العام بالنسبة للهلال مع كل هذه الإصابات. والله الله يعين. الحقيقة الهلال يعيش مأزق يعني صحي كبير، وبالتالي ظرف تنافسي الحقيقة أصعب. يعني أنت الآن تحاول ان يعني توازن ما بين سلامه اللاعبين وبين امكانيه ان يستمروا في المنافسه. الحقيقه الحالتين يعني كلها مشكوك فيها الحقيقه، يعني الان تفشي الفيروس وواضح انها طبعا ما راح يتوقف. يعني بدا بالخمسه وثلاثه سته سبعه واليوم واحد، ما تدري بكره ايش يصير. يعني احنا واصلين 30 اي واصل 31 بالاجهزه الفنيه والطبيه اللياقية والمترجم. يعني أنت الآن تتكلم عن لا قدر الله الحسم في عبد الله المعيوف وفي رزفان، يعني هم يعني هم اللي بإمكان يعطلون مسيرة الهلال نهائيا. يعني الحقيقة يعني طبعا كثير الكلام صار حول هذا الموضوع. أنا أتصور أنه يجب أن يترك كل ما صار يعني والبحث عن أسبابه وكواليسه والخلفيات اللي والفرضيات اللي قاعد يعني يتم الحديث عنها سواء من اطراف مسؤوله او غير مسؤوله، الى ان ويتجه الحديث الى يعني ايش الممكن يعني يحدث الفريق يعني إيه؟ ممكن كيف يقاوم وكيف ومتى يعني إيه؟ والى متى يصمد. والحقيقة هو أثبت إرادة صلبة في الفترة الماضية يحسد عليها الحقيقة، وبإمكانها يعني لو في ظروف غير هالظروف كان ينتج منها شيء جدا. طلب الهلال بالتأجيل في المباريات، طلب التأجيل ولكن رفض. أنا ما أدري الحقيقة صار، بس المعلومات اللي تجينا ما تدري هي معلومات يعني دقيقة ورسمية ولا هي مجرد أنها يعني تقارير إعلامية أو اجتهادات. لأن الحقيقة ما أنا ما يعني اللي اشوف ان الـ 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 الامين العام للاتحاد السعودي ظهر معنا يمكن قبل امس ظهر مع او قبل امس مع الزميل طارق الحماد، تكلم على 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 حيثيات القرار وكيف كان هذا الموضوع. شوف طلب التاجيل هو يعني من حق الهلال يطلب التاجيل، هذا فيما لو يعني قلنا انه قبل ما يعني يتم التفشي الكامل اللي الان تجاوز 18 لاعب ممكن، يعني وهي ك طرح حل من الحلول يعني في ملو. لكن هم يعرفون طبعا انه نظام البطوله لن يسمح او اللائحه لن تسمح نظام البطوله في وقت محصور يعني وحصر البطوله في هذا الفتره الضيقه هي يعني لن تعطي الاتحاد الآسيوي اي فرصه انه يتجاوب مع هذا التاجيل ويصبح بس هذا النظام اللي وضع ابو نواف وضع مستحدث لهذه البطوله. فبالتالي اللي جالس يصير في الهلال امر امر حديث يعني امر جديد ويتناسب يعني مع يعني انت تتصور الاتحاد الآسيوي لو كان عنده يعني فسحه من الوقت
كان ضغط المباريات بهذا الشكل وكان جعلها مجمعة وجعلها مباراة واحدة فقط وليس الذهاب وإياب، ويعني كان هو بيخلص البطولة بأي شكل من الأشكال، فما لن يتوقف قدام أي يعني طلب من الأندية أو أي عارض من العوارض اللي ممكن يعطل استمرارية البطولة. غير منطقي إني أجد مبرر إن والله صار تجمع بغض النظر عن أي ظروف راح أكمل. اي انا اتكلم من هذا اللي يعني ابو نواف، معليش انا ما راح نعطي راينا الحين، يعني هل هو يعني هل هذا هل التصرف الاتحاد الاسيوي هل هو السليم او غير سليم؟ ليش نقول هذا رأيك؟ انا اقصد انه الان نصف الحاله ان نصف ايش اللي قاعد يصير، انما احنا من راينا اكيد طبعا هذا الكلام ان نقول اصلا بدءا من 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 فكره التجمع الى فكره قامت البطوله دور المجموعات في مثل هذه الظروف اللي ما فيها يقين بإمكانية السلامة ولا إمكانية الاستمرار عليها علامة استفهام. أيضا تأجيله لبطولة لدور المجموعات في الشرق أيضا علامة استفهام. أيضا جعل يعني الآن بتصور أن واحد من الأندية المجموعات في يوم 3 أكتوبر أعتقد يمكن بعد 7 أيام أو تقريبا راح يتأهل طرف النهائي الأول. طيب طرف النهائي الثاني متى بيتأهل؟ بيتأهل في نوفمبر، والبطوله متى بتلعب؟ في نهايه ديسمبر. يعني هذا السؤال يعني بما ان الان في متعرف الجزر هالمواعيد صارها جزر يعني متفرقه باسباب يمكن هذا هو مي واضحه يعني. هذا هو المربك في الاتحاد الاسيوي. احنا هذا ممكن ناخذ ونعطي بس الخلط فيها. نتكلم الان على فريق عنده 31 حاله فيروس بس كورونا. بس انا ما ابغى اربطها بما حدث للهلال. لان اللي حدث هي شيء والتواريخ هذه المعدة سلفا شيء آخر. هي طبعا احنا ممكن نخطئ الاتحاد الآسيوي على مواعيده، واذا كنا بالخط على مواعيده يفترض ان فيه الاتحادات الاهليه اللي وافقت من خلال المشاورات في دوحه وفي كولومبور اكثر من اجتماع تم الاتفاق على هذا على هذه المواعيد. فطالما انهم تم اتفاق على المواعيد ويفترض ان الاتحادات الاهليه بالتشاور مع انديتها المشاركه معناته ايضا هم يشاركوا كلهم مشاركين في 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 قبولهم لهذه المواعيد. تجي للهلال اللي لها حاله خاصه، تفشي الفيروس بهذا العدد طبعا لم يكن في الحسبان احد، وهذا قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، يعني ما حد يقدر يقول في شيء. انما والهلال يعني باراده صلبه الحقيقه يحسد عليها، قلنا انه بقدر استطاعته قاعد يحاول انه يخرج من هذا المازق، ولكن يبدو انه لن يستطيع ان يخرج من هذا المازق، بالذات ان الوقت لا يسمح له بالخروج من هذا المازق. لذلك انا اتصور ان الاتحاد الاسيوي فيما لو يعني ابدا اي مرونه كان يفترض انه يبدي مرونه في اصلا في اعداد اللاعبين وفي التغيير وفي السماح له باستبدال اللاعبين بلاعبين اخرين الاخر. حتى هذه صار فيها شيء كثير من اللغط وصارت ما بين هل هي اصلا استثناء ولا هل هي على صار فيها استثناء في كثير كان الكلام ذا كله يعني. تفضل دكتور. طبعا انا يمكن تكلمنا في الموضوع بدايه التفشي يمكن يوم سجل 9 حالات كنت ضيف معك هنا، وتكلمت من جانب مسؤوليه اداره نادي الهلال والبحث عن مصدر العدوى داخل الفندق او في الحافلات او غيره. الان اعتقد الموضوع تخطى يعني، وحتى كنا وقتها كنت اتكلم انه يعني حتى امين عام الاتحاد السعودي الاستاذ ابراهيم القاسم المتواجد هناك انه المفترض انه وقتها ما كان له دور لانها كانت يعني حالات محصوره وانتقلت. الان اعتقد ان الوضع اختلف تماما، يعني حتى مثلا لما تتكلم عن البروتوكول الصحي اللي كان مقر الاتحاد الاسيوي 14 يوم. طبعا البروتوكول الصحي عندنا في السعوديه هنا معدل من بدون اعراض 10 ايام تبع البروتوكول المتبع تبع وقايه وزاره الصحه. يعني الاتحاد الآسيوي كان عنده بروتوكول مختلف تماما وكان 14 يوم، واعتقد حتى من حل هالإشكالية سمو وزير الرياضة بناء طبعا على مصادر الشرق الأوسط، تكلمت عن اتصال جمع سمو وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الآسيوي وناقشت هالموضوع. احنا الآن والاتحاد السعودي كان له دور يعني في الاجتماع. انا طبعا حسب مصادر دي انه كان مجتمع ودخل من سمو وزير الرياضة. انا اعتقد الآن يعني نتكلم حتى لما أشار ابو نواف أنه هذه مجدولة سابقة أنها بطولة مجمعة، حتى في اللائحة أنا شفت مداخلة الأستاذ إبراهيم القاسم تكلم أنه ما في تأجيل لأنه أحيانا إلا إذا كان في ظرف أعتقد سماه طارئ قاهر أو شيء أو ظرف طارئ ويضر بالفرق الأخرى. أنا أعتقد أن حالة مرض معدي والتفشي تنطبق عليها الشرط، ظرف مو طارئ إلا ظرف كارثي بالنسبة لنادي الهلال الوضع الحالي، هذا رقم واحد. رقم اثنين يضر حتى بالفرق الأخرى،
يعني أنت تتكلم الآن بعد كل مباراة تكتشف حالة حالتين إيجابيات، طيب الحالتين ذي ما تنزل أرض الملعب، ما تختلط مع فريق الخصم، خلينا نتكلم عن سلامة الأرواح الآخرين كذلك. نعم. أنا أعتقد أنه شفنا مدرب الفريق الإيراني كان يقول أنا في مؤتمر صاحبي كان يقول حقه يعني فعلا. أنت الآن لما تتكلم الآن، أنا أتكلم مثلا عن فريق سعودي، لو بكرة النصر بيلعب مع فريق فيه إصابات بنقول لا المفترض ما يلعب النصر، لأنه الإصابات في الأخير هذا يعتبر اختلاط من الدرجة الأولى، سواء احتكاك اللاعبين أو حتى اقترابهم من بعض، التصاقهم في بعض في بعض الأجزاء المباراة. اللي أنا بقول أن الوضع الآن وضع غير طبيعي. إيه؟ لابد أنه الاتحاد السعودي يتدخل. الاتحاد السعودي يتدخل مو يتدخل على الأقل يكون له في نظام للبطولة الاتحاد. موضوع بهذه الطريقة وبهذه حسب النظام. أنا ما الاتحاد السعودي يتدخل في المساحة المسموحة له من خلال هذا النظام. بس عبد الرحمن عشان برضو ما تؤول الناس. إيه؟ دائما يقول الناس تقول والله الاتحاد السعودي يتدخل على أساس يخدم الهلال. لا لا، أنا أتكلم الآن عن فريق سعود، عن فريق سعودي عنده مشكلة، مش مشكلة إلا عنده يعني كارثة صحية يعني داخل فريق. أنت تتكلم عن 31 مصاب، وتخيل الاتحاد الآسيوي الآن يقول إذا الهلال ما قدر يلعب دور 16 أو ما لعب المباراة القادمة يعتبر منسحب وتلغى نتائجه ويرجع. يعني أنا أشوف حتى منطقيا ما هي منطقية، حتى اللائحة اللي تكلم عنها أستاذ إبراهيم القاسم ترى تتكلم عن فريق عن 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 حالة يعني ظاهرة كبيرة جدا وتضرب الفرق الأخرى، إذا هي تنطبق عليها. طبعا هو أستاذ إبراهيم نفى الكلام هذا. أنا أعتقد أنه سواء الاتحاد السعودي أو حتى أستاذ إبراهيم القاسم موجود لابد يكون لهم دور مع الاتحاد الآسيوي. الاتحاد الآسيوي أنا شخصيا في البداية هنا تكلمت أنه الآن صارت فيها الاحترازات الطبية وصارت فيه 3-4-5-6 إصابات مقبول، لكن اليوم تتكلم عن 31 إصابة في بكرة وعن فريق يعني بكرة عنده لقاء يمكن يحرم ومتصدر مجموعته ومحقق نقاط. الآن حصلت يعني مشكلة طارئة، حتى البروتوكول احتاج انه يكون في تدخل. اذا احنا ما ننتظر الاتحاد الاسيوي يبادر، لابد ان يكون لنا على الاقل، لانه في الاخير هذه انديتنا. وانا تكلمت المره الماضيه وارجع عيدها الان، ترى اليوم في الهلال ممكن بكره في اي بعثه الله يحمي بعثاتنا السعوديه جميعا ان شاء الله قد يكون في اي بعثه اخرى. فنتكلم الان تقول لي والله هذا لائحه، يا اخي حتى في اللائحه فيه تجمع، في اللائحه فيه يعني اكمال الادوار التنافسيه. أيه. عن طريق ما في لحظه في مسحه بكره ممكن برضو يعني يطلع يا رجل اكثر لاعبين اخذوا رايحين الدوحه يسوون مسحات. يعني في شيء غريب يعني بعيدا عن نظريه المؤامره. انا اقصد انه لابد تتعامل مع الحاله. عندك الان 31 حاله اصابه بالفيروس، وش تنتظر انت تحداسي؟ انا اقول لك شو ينتظر، ينتظر ان الفريق ما يكمل على اساس يعتبر مسحب ويقولوا لهم خلاص انتهينا. مو منطق. طيب يعني يبغى المشكله تحل نفسها بضفاف. هذه مشكله يبغى المشكله تحل من اي زاويه بتاخذها؟ شوف انا بعيد الكلام اللي قلته قبل يومين ثلاث ايام معك. نعم. تقريبا نفس السيناريو مع نعم. تطوير بسيط. اي يمكن الزميل سعد وافقني الان في جزئيه اللي اثرتها انا في الحلقه الماضيه. شوف اول شيء ابدا انه اتمنى الشفاء لجميع المصابين. نعم. وان يتوقف الرقم عند هذا الرقم ولا مزيد من الاصابات بصراحه. اللهم امين. وانا بضيف على كل ما قال الدكتور، اتمنى عدم اصابه كل الفرق وليس فقط نعم. الفرق السعوديه. هذا وباء يا رجل ضر العالم كله. صحيح. فأنا أتمنى أن لا يصيب أحد أبد صراحة، وليس فقط بعثات السعودية. نعم. هذه جزئية ترى مهمة. أنت اليوم لا تتكلم عن هذا القادم ولا تنافس، أنت تتكلم عن جانب إنساني. أنا ترى بس معلش أعقب على النقطة دي. أنا ترى تكلمت عن دورة الاتحاد السعودي في البعثات السعودية. لا لا بس أما حتى أنا قلت الهلال لا ينافس. أنت لما قلت نتمنى ما يحدث هذا للبعثات للفرق السعودية أساس يتعطل فريقه. لا لا اذا تكلم على الوباء لا الوباء. انا قلت لك الهلال المفروض ما يلعب مع فريق خصم. انا قلت فبالتالي خلينا نتمنى الشفاء للاعب الهلال وان نقف الامر عند هذا الشيء. أوكي. ارجع واقول نفس الجزئيه وممكن سعد وافقني الان. تذكر الاسبوع الماضي قلت لك انا الى اليوم طبعا ظروف اقامه المنافسات وموقعها وجزئيه موقعها مهمه ترى. حرام ان يكون لدينا ممثلين اعلاميين في الحدث. طيب وبالتالي أصبح كل ما يصلنا إما تغريدة إما شائعة. وقلت لك حتى الجهاز الإعلامي للاتحاد الآسيوي مقصر بأمانة. يعني الدكتور قال أنه الهلال راح القطر كله يسوي مسحات، بالفعل ما سمعنا هل في مسحات للفرق الأخرى. كان مفروض الاتحاد الآسيوي يوميا يعلن عدد المسحات اللي وجدت لكل الفرق وش نتائجها. الاتحاد الآسيوي إعلاميا صفر. على طار الشائعة بس بضفاف، يمكن كان ظهر برضو أنه فهد المفرج كسر البروتوكولات انه طلع برا وعوقب وانه رجع.
هذا الموضوع ما يعني فهد المفرج موجود مع البعثة. ممتاز. أنا هذه المعلومة اللي عندي، فهد المفرج لا زال موجود مع البعثة. وهذه الجزئية اللي أنا بوصل لك فيها أيضا على الجانب الإعلامي. بالتالي لما تذكر قلت لك إنه أنا حمل إدارة الهلال وقلت لي إيش دخل إدارة الهلال، قلت لك لا دخل إدارة الهلال حتى اليوم ما وضحت لنا بأمانة كيف انتقل هذا الفيروس من الخمسة الأولين إلى الثلاثة اللي بعدهم إلى الاثنين إلى الثلاثة. يعني هل كان في اختلاط لهم مع لا أحد مصاب؟ يعني إلى اليوم ما احنا عارفين كيف قاعد ينتقل الفيروس من أول يوم إلى اليوم. اليوم والله الكابتن ناصر الدوسري أعتقد أنهم جايين من الرياض كلهم مصابين. لا 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 كان بينت في المسحة الأولى المسحة الثانية الخمسة اللي أصيبوا هذا الجانب. خلينا كمل إلى جانب آخر أنه ولا أحد وضح لنا أنه اللعيبة اللي لم يصابوا ولا الحمد لله هم مثلا أعتقد المعيوف والهتان وجونسو صح الكوري، في ثلاث أربع لاعبين لم يصابوا أيضا، كيف هذول اللعيبة استطاعوا أن يحموا أنفسهم؟ يعني كيف وش البروتوكول اللي مارسوه؟ في اثنين منهم مصابين أصلا من كل هذه الأمور. كل هذه الأمور المفروض ما راح تجيهم مرة ثانية، نكون على بينة. أيضا جزئية مهمة وأنا كنت أتمنى بصراحة أنه بأمانة بعضهم ترى كان عنده إصابة بالفيروس. تذكر الحلقة اللي فاتت قلت لك اليوم حتى نسينا ترتيب الفرق، نسينا المباريات، أصبح ننتظر من أصيب سلامت ومن تشافى ومن ولا لا. وأنا أقول لك إياها بأمانة كنت أتمنى كل يوم في الديوانية يكون لدينا طبيب مختص في المناعة يشرح لنا وش اللي قاعد يصير. لماذا هذه الفرق لا تصاب؟ لماذا هؤلاء اللاعبين لا يصابون؟ وش اللي قاعد يصير؟ يعني في شيء غامض بأمانة. جانب طبي، لأنه حنا ترى ما أودنا نفتي في كل شيء، إحنا إعلاميين كأننا أطباء أو كأننا صيادلة أو كأننا مهندسين. عشان كذا أنا كنت بقول لك بالضبط. تالي الأمر. إذا سمحت لي بالضبط، إذا بقول لك إذا عرفنا كيف انتقل الفيروس والتفاصيل، هذا الموضوع لا راح ما راح يغير في شكل أو في مضمون اللي جالس يصير في. نعرف في حالتين. طبعا عرفنا. نعرف من مختص. أنا ما أستطيع ما راح أنت تتكلم على وباء الآن موجود في فريق مع أكثر من فريق وجالسين يلعبون مباريات. قلت لك عبد الرحمن أنا ذاك اليوم قلت لك شوف. أساس حل المشكلة دائما أي مشكلة كانت أنك تعترف بوجود مشكلة. نعم. واليوم إحنا ما نتكلم وش أسبابها، إحنا خلينا نحل الأمر اللي أمامنا. إحنا كيف نحل الأمر؟ أنا قلت لك إياها جزئيتين. أولا يجب أن يكون هناك طبيب مختص يتحدث في هذه الأمور، هذا جانب. جانب الآخر أن تأتي المعلومة الصحيحة، كل ما يرد إلينا من مقر البطولة هو أخبار ما تدري صحتها من عدمها إلا إذا كان من الموقع الرسمي لنادي الهلال. هذه الجزئية مهمة. أرجع الموضوع للاتحاد الآسيوي. طيب. وتذكر أنا قلت جزئية في موضوع الاتحاد الآسيوي، لكن أنا أعتقد أن الاتحاد الآسيوي ما زال يمارس كرة القدم كبزنس. هذا الاتحاد موقع اتفاقيات تسويق البطولة ونقل البطولة، وبالتالي هو يبحث أن لا يتأثر الدخل المادي للاتحاد. يعني الاتحاد الإنجليزي موقع على إيش أبو ضفاف؟ موقع على إنه يعني يعمل على كرة القدم بأنه بزنس. اليوم لا عنده لا مباراة مؤجلة. لا لا نقصد من أوكي. لا عنده لا مباراة بسبب الفريق الثاني عنده. كرة إيطاليا وفي إيطاليا تورينو. في إيطاليا. الكل في الإطار هذا الاستثماري لكرة القدم. في فرق. لكن السلامة مهمة. تؤجل مباراة في دوري. أنا ترى قاعد أقول لك هذا ربما مبرر الاتحاد الآسيوي. الاتحاد الآسيوي لا يستطيع تأجيل مباراة في بطولة مجمعة لأنه هنا مشكلة عدد المنافسة. نتكلم عنها تأجيل مباراة في دوري 38 مباراة. ممتاز. بس أنا أقول إنه علينا الآن أن نعرف من الهلالين أنفسهم، من إدارة الهلال، كيف انتقل هذا الفيروس من المجموعة الأولى اللي أول ما وصلت الدوحة إلى اليوم. ناصر سعد ما راح تستفيد. طيب إذا عرفت ليش ما استفيد عشان أحمل بقية يا ما عاد سعد باقي عندي 10 أحد تقريبا. ليش ما بقي أحد؟ في ناس جايين. يعني تخيل إلى درجة تسمح لي أنه من حسن حظ اللعيبة اللي سافر وزي ترك المطيري كويس أنه ما سافر مع البعثة أساسا. كان أصيب مثلا سمح الله ولا لا. بس في برضو الكنيدري أعتقد اسمه لعب من بكرة الفحصر في الكنيدري معاهم على البعثة مسافر. لا لا أنا أتكلم عن اللي كانوا هنا زي اللي سمح الله لو سافر الشلهوب. من حسن حظنا يقول الشلوب اساسا ما كان هناك. الكنيدري كان معاهم في الـ ايه موجود مع البعثة. انا اللي اقصد ايه كان معاهم في المجموعة. انا اقصد عشان انت مساحة. تحمي المتبقين من البعثة ولو قدم احد جديد لازم تعرف كيف انتقل الفيروس من المجموعة الى اخرى. هذا مهم جدا. ما هو انا اللي اقول هذا الان. الاطباء هم اللي يوضحون هذا الشيء. الان ابو ضفاف باقي مباراة واحدة اللي هي يوم الاربعاء. اذا امكن الهلال ان يلعب المباراة هذه معناته يعني يلعب دور 16 اوكي اوريدي متاهل لثمن النهائي دور 16. بس هذه بتمكنه من انه يستمر في البطولة ويلعب مباراة وحيدة خروج مغلوب. يعني اعتقد هي اللي بتكون هي مفترق الطرق بين الهلال والبطولة. انتهاء يعني فرصة الهلال في الاستمرار تنافسيا
نهاية طبيعية، هذا اللي يأمل الجميع يعني نهاية طبيعية ممكن. اللي أنت تتعادل تخسر، المهم نهاية طبيعية وتطلع من المسابقة. أي. أنت بطل، أنت حامل اللقب. أي. وأنت بطل الدوري. نعم. أنا في اعتقادي إنه يعني الموضوع يجب أن ينتهي إلى 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 هذا الشيء. أي. يعني أكثر من ينتهي يعني ليش بالضبط؟ ينتهي بظروف قلنا نتمنى أن ينتهي بظروف طبيعية. نعم. بمعنى إنه لا يضطر إلى الانسحاب، ولكن مش بضرر انه يكمل يعني ما هي قضيه انه يعني قصدك يخسر يطلع صح يعني مو يعني يخسر نفسه، ولكن يلعب مباراه من لانه في اي تحديات في خطر لن يلعب لن يلعب باكثر من 45% من مستواه، لانه طيب. لو استكمل حتى كعدد لكن إيه؟ عدد يعني ينقصه عده. حلو. لذلك ما اعتقد انه يستمر، فاهم شيء انه يستمر ممتاز. فقط بس في المشاركة وينتهي. أيه. ينتهي دوره في العملية. أهم شيء صح. أنا ودي أثني على كلام أبو ضفاف، النقطتين يتكلم فيها وهي فعلا أنا أتفق معه. خلنا موضوع الاتحاد الآسيوي، لما تكلمت الآن الاتحاد الآسيوي ما يغفل الجانب الآخر. لما راحت البعثة كان مصاب خمسة، طبعا المساحات اللي هنا كانت سلبية، أحيانا فترة حضانة الفيروس قد يعني ما تظهر بالنتيجة كإيجابية إلا بعد 4 أيام. ترى رايح سليم يا دكتور. رايح سليم. لا دقيقة بس خليني أوضح لك فكرة، أوضح لك نقطة. احيانا تؤخذ المسحه بفتره الحضانه ما تطلع ايجابيه. ماشي اوكي صحيح. إيه؟ بس انا اقول لك انه رايح سليم بعد الفحص، يعني ما كان عنده خمسه وطلع الى الدوحه، يعني ما كان عنده خمسه مصابين. إيه لا 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 أيوة الفحص الاخير قبل مباراه الشباب كان سليم. يكون انت طالع من هنا مصاب. طيب. مصاب ولكن لم تظهر بالمسحه 48 ساعه 72 ساعه. فالنقطه اللي اشار لها مهمه جدا، اللي هي ما هو وقتها اوكي لكنها أوكي. مهمه جدا. لما راحوا هناك الاصابات اللي جت، مثلا تتكلم عن اصابه اليوم الهلال كم واصل له تقريبا اسبوعين او خلينا نقول 12 يوم يعني. اذا هذه اصابه من عدوى، وهذا اللي تكلمت فيها انا في الاسبوع الماضي. انت تتكلم عن الاحتياطات الصحيه داخل المعسكر والعزل الصحي، وهذا دور اداري، لكن هذا انا تاركه جانبا الان لان الموضوع تخطى. حتى لو كانت اداره الهلال مسؤوله عن تفشي الفيروس داخل المعسكر، انا اقول لابد الاتحاد الاسيوي يتدخل، لانه الان حالات مرضيه موجوده. صحيح. هو ايضا طالب تغيير المقر السكن لهذا الموضوع. وانت تتكلم عن لاعبين، تتكلم عن طبيب، عن اخصائي علاج، اخصائي تغذيه. صحيح. مترجم، يعني اعتقد انه ايضا يفترض انهم بيمشون الكوادر الاداريه بشكل افضل من اللاعب. يعني استاذ فاضل ابو محمد، لوك مكان فهد بن نافل شو تسوي؟ انا في البدايه كل الامنيات اول الى الشفاء العاجل الى بعثة نادي الهلال، وايضا الى كل الاشخاص المنتمين في هذه البطوله. انا سؤالي في جانب اخر، الجهة المنظمة إلى هذه البطولة الآن بعثة نادي الهلال فيها عدد كبير من الإصابات راح يحرمها من المشاركة. لو كان في 6-7 أندية في نفس الوقت في نفس الكيفية وكلهم ما راح يقدروا يشاركوا بسبب الظرف الصحي لهذا الوباء، هل فيه كان يعني شيء مسبق قبل يعني تنفيذ البطولة أن هذا التوقع ممكن يكون بلان بي؟ إيه، هل في هذا التوقع ممكن يكون؟ بالتالي وش الحل؟ كيف احنا نعطي ما اتوقع يعني في بلان بي عند الاتحاد الاسيوي، يعني كيف نعطي الفرص تكون عادله بالتساوي لكل الانديه؟ طيب. هذا ظرف يعني جائحه، يعني بالتالي خلاص يعني وباء ممكن يقتحم كل الانديه المشاركه في البطوله. هذا السؤال يعني. طيب. لو بكره انتقلت الامور من نادي لنادي اخر او كانوا 3-4-5 انديه في توقيت واحد، يعني ما هو ايش الحل بالنسبه للجهه المنظمه للبطوله؟ يعني هذا سؤال مطروح صراحه يعني. صحيح. يعني الواحد لازم حسب مثلا حديث الاستاذ ابراهيم القاسم الامين للاتحاد السعودي لكره القدم في حديثه مع الكال الفضائي معنا، ذكر بانه ينص النظام بانه في المجموعات لا تؤجل المباريات الا بظرف قاهر اذا منصوص لا يضر بالفرق الثانيه على مستوى المباريات في جدولة المجموعات. الآن هل وصل نادي الهلال إلى 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 مسمى الظرف القاهر ولا لا؟ وصل. والله ما أدري على اللي صاير. أنا أدري هو ظرف قاهر، هو مو ظرف لا ظرف قاهر بس قل إن هل سيضر بالمجموعة؟ لا بيضر. لا هو ظرف قاهر بالنسبة لنا، بس في التعاطي اللي جاي يصير ما تحس إنه ظرف قاهر، الفريق قاعد يلعب صح؟ لا 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 صح لا صح لا نتكلم عن حد لا دون 13 طالما وفر 13 حسب النظام المنصوص 13 أو 14 لاعب. لا 13 لاعب فيهم حارس يعني صحيحين بدون أي إصابات. هذا قصدك يا أبو خالد صح ولا لا؟ طالما وافقوا الاتحادات الأهلية على هذا على على على, 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 على يعني وضع الاتحاد الآسيوي لهذه البطولة حصرها في هذه الأيام القليلة، ويعرف أنه في ظروف
يعني غير مأمونة، لذلك يجب يتحمل الجميع سوءات عمل. طيب خلينا نروح للمباريات اللي راح تكون في البطولة الآسيوية. تخوض الأندية السعودية الأهلي والهلال آخر مباريات دور المجموعات في أبطال آسيا، تفاصيل أكثر في هذا التقرير. ضمن منافسات دور المجموعات لدور أبطال آسيا، تخوض الأندية السعودية غدا آخر مواجهات هذا الدور. في اللقاء الأول يستضيف فريق الاستقلال الإيراني ضيفه الأهلي السعودي. الاستقلال الإيراني الثالث في مجموعته برصيد نقطتين يدخل المباراة بنية الفوز ولا شيء غيره، ليتأهل إلى الدور القادم لعدم حظوظه بأي نتيجة سلبية أخرى، سواء كانت تعادل أم خسارة، لأنها تعني الإقصاء. الأهلي السعودي والذي ضمن تأهله لدور 16 بعدما حصد 6 نقاط متصدرا بها مجموعته، ولكن خسارته الأخيرة أمام الشرطة العراقي تحتم عليه الفوز في اللقاء القادم إرضاء لجماهيره والظهور بشكل مميز في البطولة الآسيوية. أما في اللقاء الثاني يستضيف الهلال فريق شباب أهلي دبي الإماراتي. بطل النسخة الماضية يدخل اللقاء وهو ضامنا التأهل للدور القادم بعدما تصدر مجموعته ب11 نقطة، ولكن الهم الأكبر للهلاليين في هذا اللقاء هو فيروس كورونا، والذي بدأ يعصف بنجوم الفريق، الشيء الذي قد يؤثر على مسيرة الفريق في الأدوار المتقدمة. شباب أهلي دبي يدخل اللقاء وهو في رصيده 7 نقاط محتلا فيها المركز الثالث لمجموعته، ويطمح في هذا اللقاء بخطف نقاطه 3 والفوز، بالإضافة لتعثر الفريق الأوزبكي بختكور بتعادل أو خسارة ليضمن التأهل كثاني المتأهلين في المجموعة. طيب أروح معك دكتور على المباريات، مباريات الأندية السعودية، يعني بالنسبة للأهلي، بالنسبة للنصر، التعاون، الهلال، كل كان في ظهور جيد، كل ظهور جيد بعد التعاون طبعا. التعاون حالة استثناء طبعا، تتفاوت الظروف طبعا. أنا ممكن من البداية كنت مرشح أن النصر بيكون هو يمكن أبرز الفرق السعودية المرشحة أو المشاركة، يعني بناء على الاستقطابات اللي كانت موجودة، وبناء على ظروف الفريق، وبناء برضو على العطاء اللي قدم. خليني أشيد برضو، أمس يمكن شارك هو المدرب في توريا راح بعض اللاعبين أساسيين، قدم مستوى جيد. خليني أقول لك، يمكن رديف النصر تعادل مع منتخب قطر في الدقائق الأخيرة، وهذه كلها مؤشرات إيجابية، وأن النصر يعني صراحة قاعد يقدم مستويات جميلة جدا. استقطابات المحلية أضافت له شيء، يعني شيء كبير، نتمنى إن شاء الله يستمر على هالرتم. الأهلي يعني محير، الأهلي مرة فوق ومرة تحت، يعني هو في البداية يمكن كان أول فريق يتأهل لدور 16، وبعدها يمكن خسر من الشرطة العراقي، أعتقد أنه أقل مستوى بكثير من الأهلي، أنه قدم مستوى فني كويس ولكنه خسر المباراة. أنا قلتها يمكن برضو في البداية، الأهلي ممكن يعني، بس ما أتوقع أنه يذهب بعيد بناء على ظروفه الإدارية والمالية والفنية الموجودة داخل الفريق. أنا أعتقد إن كان الرهان والتعاون طبعا، كذلك الظروف اللي كانت تحيط فيه والضغط اللي كان فيه قبل، الظروف حتى الفنية يعني، وأمس يمكن كان النتيجة الثقيلة كانت يمكن خير مؤشر. فقط أن كنا نراهن على الهلال والنصر، الهلال في ظروف الحالية أعتقد أنه برضو عنده مشكلة. أعتقد أن الرهان الآن الكرة السعودية على فريق النصر إن شاء الله أنه يروح بعيد ويقدم نفسه بشكل كبير للنصر، وعمل فني متوقع حقيقة كبير، ومتوقع متوقع له أبعد. بس فيه تصريح أيضا صحفي لسمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي. رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة خالص الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم وزارة الرياضة، وذلك في جلسته التي عقدت مساء الثلاثاء 5/0/1442 الموافق 22 سبتمبر 2020. وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: نحظى في القطاع الرياضي ولله الحمد بدعم غير محدود واهتمام مستمر من قبل قيادتنا الرشيدة، الأمر الذي مكن الرياضة السعودية لاستضافة أهم وأكبر الأحداث العالمية التي نجحت في تنظيمها بسواعد شباب وشابات هذا الوطن، مما جعلها محطة
أنظار العالم أجمع. وأضاف سمو وزير الرياضة أن هذا التنظيم سيسهم في المضي قدما نحو تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 بما يحقق تطلعات قيادة وطننا ويعزز من مكانتنا الرياضية على المستوى القاري والدولي لنصل إلى المكانة التي تستحقها الرياضة السعودية. وهنا أعرب باسم كل الرياضيين عن خالص التهنئة والامتنان للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 90 الذي يمر بنا ومسيرة وطننا تزداد إنجازا وعطاء وتميزا في مختلف المجالات ومن بينها القطاع الرياضي. شكرا لكم ضيوف اليوم على وجودكم معي في الحلقة. سعيد بوجودكم معي في هذه الحلقة. شكرا لك أستاذ فاضل على تواجدك اليوم معنا في الحلقة. قدمت نموذج احنا نتشرف فيه، نتمنى له مزيد من التقدم. قدمت عقلية ايضا استثمارية ادارية نفاخر فيها حقيقة. شكرا لك استاذ فاضل على وجودك اليوم. شكرا لك ابو خالد، شكرا لأسرة البرنامج، وشكرا للأساتذة اللي اثرونا بالنقاش وبالحوار. سعداء ان شاء الله نلقاك بنقاط اكثر في ان شاء الله باذن الله. يتغير يصير ذهب هذا. يصير ذهب ان شاء الله نتمنى. وهذه دعوة موجهة لكم كلكم بزيارة النادي للوقوف على الواقع. شكرا لكم انتم على المتابعة، نلتقيكم غدا في امان الله.